أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما إنا قلناهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أرض الميتة أحياها وأخرجنا منها حبة منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون وشمس الظلين مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في بلد يسمعون وآية لهم أنا حملنا ذرياتهم في بلد مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إذا كانوا على معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تضم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المسلمون ألم عليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون صنم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عمل يكسب الخلق أفلا تعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لتذكر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون
أنزلنا هذا فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ألهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون صرفهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم ويحييها الذي أنشأها أول مرة وهو من كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون والصافات وإليه ترجعون والصافات صفا بالزاجرات صفا بالتاليات إن إلهنا واحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظ من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب خطبة أتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أجبت خطرا ما خلقنا إنا خلقناهم من طين لازم بل أجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا تراب وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون كنا أمواتٌ آخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسكونون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون أقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوم طاغين أحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ بالعذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما نزل إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين عظام وعلى الأزل الشاربين لا فيها غنم ولا هم عنها ينزفون فإذا قاصرات طبيعين كأنهن بيض مبلول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قليل يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون
قال ألستم مطلعون اطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن اختلفتم ديني ولولا نعمة ربي لكنتم من المحضرين أفما نحن بميتين إلا متجننون وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشرب من حرير ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إلا هم لهم أثر الأولين ولقد صلنا بهم مدرين فتركب كان عاقبة المدرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وزرنا عليه بالآخرين سلام على نوح بالعالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أرقنا الآخرين وإن من شيعته إلى إبراهيم إن جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا فما ظنكم يا رب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولى عن المدبرين فراغ إلى آلهتي فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فأقوم الجحيم فأرادوا به كتم جهنهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فقل ماذا ترى قال يا ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله لجبين وناديناه يا إبراهيم وصدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وبذلناه بذبح عظيم وتركنا عليه بلا سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهم الكتاب المستبين وهديناهم الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بل وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين
وطأنا علي بالآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نزل المحسنين إنه من عباد المؤمنين وإن لوطا من المرسلين إن جنا وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا وإنكم لتمرون عليهم مصلحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إلى بقرين الملك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم لا لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم.